بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، الدكتور مجدي محمد عاشور، المستشار الأكاديمي لفضيلة مفتي الدار المصرية وعضو لجنة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية. سؤال أول، بغض النظر عن علاقتك الوظيفية بدار الإفتاء والأزهر عموما، هل تجمعك بهذه المؤسسة علاقة روحانية؟ طبعا، أي مصري حتى ولو لم يكن أزهريا تجمعه بمؤسسة دار الإفتاء ومؤسسة الأزهر الأكبر علاقة روحانية. علاقة روحانية بمعنى الروحانية هنا احنا عندنا أمور عقلية وأمور نقلية وأمور نفسانية وأمور اجتماعية. الأمور النفسية والاجتماعية مكوناتها تجمع تساوي الأمور الروحية. هذه الأمور الروحية نحن نقتبسها من الأزهر، نحن نأخذها من الأزهر بالأساس، ولأن هذا كله يؤخذ من الكتاب والسنة، سواء العلاقة المادية أو العلاقة الروحية، وخاصة ما جعل الشرع إلا العلاقة الروحية. فنحن يجمعنا بالأزهر وبدار الإفتاء المصرية علاقة روحية، خاصة مع شيخيهما فضيلة الإمام الأكبر وفضيلة مفتي الجمهورية. بما أن حضرتك ذكرت الأزهر، هل هناك علاقة بين دار الإفتاء والأزهر الشريف؟ نعم، هناك علاقة بين دار الإفتاء والأزهر الشريف من الناحية الإدارية. دار الإفتاء لا تخضع إلا لوزارة العدل، وإن كانت استقلت في آخر 6 سنوات أو 7 سنوات، إلا أنها إداريا وماليا استقلت، إنما هي شرفيا تحت وزارة العدل، وليس للأزهر ولاية على دار الإفتاء. ولكن لابد أن نراعي أن كل من يعمل في دار الإفتاء هم من خريجي كليات الأزهر، فضلا عن أن المفتي الدار المصرية يعين من قبل هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف. فهناك علاقة وطيدة شئنا أم أبينا لابد أن توجد، وإلا لا يكون هناك قيمة لأي شيء لا تكون له علاقة بالأزهر، خاصة الأمور الدينية. بحكم وظيفتك أنت تسافر كثيرا، نعم، فهل يعتبر الأزهر مميز على المستوى العالمي؟ شئنا أم أبينا الأزهر منذ أنشئ، وهذه سنة الله في كونه، أنه مميز في المؤسسات الدينية. حتى ولو قل مستوى التعليم، لا أقول التعليم وإنما مستوى الأفراد المتعلمين في الأزهر، هم أعلى من غيرهم في المؤسسات الشبيهة أو النظيرة في جميع دول العالم. فنحن وإن نزلنا فإن من سوانا أنزل منا في هذا، لأن الأزهر الله كتب له هذا وهو من سننه الكونية على مدار 100 سنة. يعتقد بعض الناس أن شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية هما في نهاية الأمر موظفين سميان لدى الدولة، وبالتالي هما بالتأكيد يحرصان على مصالح الدولة، أو كما يقال باللغة العامية شيوخ البلاط، فما الرد على ذلك؟ يحرصان على مصالح الدولة، كل الناس تحافظ على مصالح الدولة، إنما شيوخ البلاط هذا أمر لا نقبله، لأن العلماء والأشياخ في طول الزمان هم في مرتبة أعلى من أي شيء. لذلك لا يحبذ أن يستخدم هذا الكلام، وإنما نحن نتكلم في الشرع بالمقاصد التي ترعى مصالح الأمة، بالمقاصد التي ترعى مصلحة النفس، بالمقاصد التي ترعى مصلحة العباد والبلاد في كل زمان ومكان. وبالتالي فإننا لا نقول شيوخ بلاط، لأن هذا كلام ما ينبغي ولا يصح أن يتكلم فيه عن الأشياخ والعلماء. وكل إنسان في الدولة هو موظف فيها، بمعنى أنه يعمل لمصلحتها. نعم. عندما نقول الأزهر نقول مرجعية، وعندما نقول مرجعية نقول دار الإفتاء، فهل لهذه المؤسسة تأثير نجاحاتها، يعني ما شاء الله شيخ علي جمعة، يعني جعل دار الإفتاء يعني شيء عالمي على مستوى عالمي، هل نجاحات دار الإفتاء أثر على مؤسسة الأزهر؟ نجاحات دار الإفتاء هي نجاحات للأزهر، لأن الأزهر هذا مثل الشيء الكبير، ومؤسسة دار الإفتاء شيء من الأصغر، من الأزهر، الشيء الأصغر أو الصغير من الأزهر. الأزهر يعم مؤسسات كثيرة، المؤسسة الدينية هي فوق كل شيء مشيخة الأزهر، يخضع لها المعاهد الأزهرية، جامعة الأزهر، وزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، لأن المرعية بالشؤون الشرعية في البلاد بحكم القانون والدستور هو الأزهر الشريف. فأي نجاح لأي مؤسسة من هذه المؤسسات وأي ابتكار فيها إنما يعد هو من الأزهر بحكم القانون وبحكم العلاقة، أن من يعمل في دار الإفتاء كلهم من الأزهرية. أعداء، وهناك حقيقة لا يمكن أن نغيرها، أن هناك حرب إعلامية وجهت واستهدفت الشيخ علي جمعة تحديدا لضرب منهجية الأزهر، لأنه هو أزهري ويمثل الأزهر بأنه مفتي، فما رأيكم في ذلك؟ وكيف ولماذا، هذا سؤال مهم جدا، لماذا اختار علماء الأزهر عدم الرد، ردوا في الأول ثم لم يردوا بعد ذلك على هؤلاء؟ نحن في الأساس
لكثرة هذه الأمور التي تريد أن تغبش على الأزهر وأن تطمس دوره الذي لا يستطيع إنسان أن يطمسه أو ينكره، لم يرد الأزهر أو دار الإفتاء أو المؤسسة الدينية على هذه الأمور لأنها قد كثرت وكثرت من غير ذوي الشأن أو الاختصاص، وبالتالي هم يريدون أن يلفتوا العلماء أو أن يجعلوهم يعوقوا عن رسالتهم السامية، وهو بناء الإنسان وبناء البنيان وبناء الدولة وبناء الحضارة. فنحن لو التفتنا لكل كلمة تخرج من هنا أو هناك لما تقدمنا ولما بنينا، ولكننا لا نرد عليهم إلا في الحالات الضرورية التي ينبغي أن نبين فيها الأحكام الشرعية. كما قلت لنا من الأول أن دار الإفتاء والأزهر هو مؤسسة من مؤسسات الدولة، فإذا كان هو مؤسسة من مؤسسات الدولة فالدولة أيضا في هذه الحملات التشريعية يجب أن تدافع على الأزهر الشريف، فلماذا لا نرى الدولة تدافع اليوم؟ أو لم نرى؟ لا، أنا أرى أن الدولة تدافع عن الأزهر الشريف بدليل أن منذ يومين خرجت وثيقة الأزهر للحفاظ على الدولة، والدولة رحبت بهذا الأمر، لأن الدولة بدون الأزهر أنا لا أرى لها إقامة أو استقامة، خاصة في الفكر الديني، فهما شيء واحد وليس بينهما تعارض قط. أي دولة تأتي على يد أي أحد، وإنما الأزهر شيء جوهري ومهم بالنسبة لها. نحن نتكلم من الناحية العلمية، والناحية العلمية ليس فيها تضييق للخناق. الذي يقول هذا هو من خارج الصندوق كما يقولون، من خارج الدائرة، فيتكلم فيظن، عندما لا تخرج الفتوى أو الرأي على غير هواه يظن أن قد مورست ضغوط علينا، وهذا غير صحيح، لأننا نتكلم بقواعد، نتكلم بعلم، ولا نخالف سلفنا الصالح، ونمشي لا بد أن نمشي على كلام قيل من الأسبقين الأقدمين الذي أمرنا باتباعهم. فلذلك نحن متسقين مع أنفسنا، نحن لسنا من الذين يمارس عليهم ضغوط، سواء قبل الثورة أو قبل أو بعد الثورة أو في أي وقت، لأننا نشتغل بمهنية وبعلمية تحكمنا قواعد العلم وضوابطه. سؤال شخصي لحضرتك، عندما يأتي يوم تنتهي وظيفة حضرتك، هل سيكون لك ستبقى تتردد على دار الإفتاء والأزهر بعد انتهاء الوظيفة؟ قبل الوظيفة وبعد الوظيفة لا بد أن أتردد على الأزهر وعلى دار الإفتاء وفي كل وقت، لأن هذه أمور في الروح وفي الكيان. شكرا لك.